بسم الله الرحمن الرسول واحد من ليس ماثو سباتي ربان تخراطور بنبي اترياس بشوس فنتن تنقوم شبن من قعنا مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات كما كذلك على الأرض كفرنا وعطينا اليوم وكفرنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. خن بخريستوس إيسوس بن تشويس فلنشكر سنة خيرات الله ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح لنا أصدرنا عنا حفظنا قبلنا لي أشفق علينا وعضدنا طيبنا لهذه الساعة وأنفسنا نسأل أن نحفظنا في هذا المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل رب وإلهنا أيها السيد رب الإله ضابط الكل ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال من أجل كل حال في كل حال لأنك استرتنا وعنتنا وفتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة يا رب من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاح مباشر من نحن كمل هذا المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام ما خافت كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرة ناس لأشرار قيام العدى الخفين والظاهرين انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الميدة هذه الكنيسة عن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياه لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو seven choice Jesus be Christos serena kovima artiro on sherebi evangelis sherebi avsol sava marcos biseoremos oni atken omet mi iben yot so evenzi ikeos avam sail bi anachoritis bi merit inte be Christos hiten mi brisveiante tite oto kost o Eb Maria, choi saremot, biko e volinten novi eteren hosero, ok nem de kioten agatos nem bnumait o evjak I exoti emon nainak. Chil. Ebi basef kistasi teren apasi. Betob nevmati. وأيضا في الناس صلى الله عليه وسلم كل أب ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل المصلح مباشر أذكر يا رب أنفس عبد الذين رقدوا أبائنا وإخواتنا يا رب تفضل يا ربنا يا نفوسهم جميعا في حضن أباء القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علم في ماضي الخضر علم الراح فردوس إنها عين ماضي الذي يرمى الحزن والكاب والتناود نور قديسيك أقمك سادم في اليوم الذي رسمته وكما عدى الحقية غير كاذب هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين تسمع بيوذن مخضر على قلب بشر ما عدته يا الله لمحبي اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال وإن كان قد لحقهم توان تفريط كبشر ولبس وغسن وسكنوا في هذا العالم صلى الله عليه وسلم تفضل أنفس عبيدك المسيحين الأرثوذكسيين الذين في المسكونات كلها من مشارق الشمس لمغاربها
ومن الشمال إلى الجنوب. كل واحد باسمه، كل واحد باسمه، ربنا يحمي واغفر لهم، فإنه ليس أحد طار من دنس ولو كانت حياتهم من واحد على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم لاستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فأب لنا كمان المسيح الذي أرضيك أمامك وعطيم ويانا نصيب أمرك ما كافت قديسي. يا رب ارحم. فنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في العالى الأرض السلام في الناس المسار. نسبحك نبارك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطب مجدك نشكرك من أجل هذا المجدك يا رب الملك على السماوات الله يبدأ بكل رب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح الروح القدس الرب الله ابن الرب فترة العام ارحمنا يا احمد فترة العام اقبل طلباتنا اليك جالس عن يمينه بيرحمنا انت وحدك قدوس انت وحدك العلي يا رب يسوع المسيح الروح القدس مجد الله الاب امين. وبارك كل يوم وسبح اسمك القدوس الابد الابد الدين كلها امين. منذ الليل رحت بكر اليك يا اله ان امرك ينور عرض كنت قاعد تترك لان صرت لي معين باكر يا رب تسمع صوتي بالغداء اكثر امامك تراني قدوس الله قدوس قوي قدوس حارز لا يموت لزول قدام ازرار الحمد قدوس الله قدوس قوي قدوس حارز لا يموت للصلب عن الحمد قدوس الله قدوس قوي قدوس حارز لا يموت لزقام الموت سعد سمات الحمد. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دهر دور كل آمين. الثالث قدس ارحمنا الثالث قدس ارحمنا الثالث قدس ارحمنا يا رب اكرمنا فينا وبلاسمنا وبلاسلتنا يا رب افتقد مرضى الشعب فيهم من أجل اسمك القدوس أبانا واختنا لزيرك يا رب نحن نفس يا من هو بالخطايا رب ارحمنا لازم بخطايا رب عنا نقبل طلباتنا إليك لأن لك المجد والعز في كريس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وبزنا كففنا عطية اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح صار ربنا لأن لك الملك والمجد لأبد أمين. كن بكريستوس إيسوس بين شو سامين الليلويا شيريني تنتي وروتي يسوع اسمينو تيمبر سين سيني فينتي مسنوس ما بين بكريستوس lift up our prayers unto your beloved son that he may forgive us our sins share his gifts me sin on him you in the time of Christus be not the parthenosis oh web Departemus Mariam ti teo to cos so after brusat sete note gens ti ti metromi Intercede our behalf Christ our Lord we born and give us our sins Serene o ti partenos ti oro in mi en heli tini sherepso jo en te vengenos arieco nan in emna ano is ask you to remember us while we're faithful and will give before our Lord Jesus Christ that he may forgive us our sins. Tuba ki ente Maryam al-Hakim al-Atifa al-Qubba al-Thaniya al-Kanza al-Ruhi the pure turtle love who declared in our land and brought to us the fruit of the Holy Spirit. Bin Ruh al-Mu'azi al-Ladhi hal alay ibnik fi miyah al-Urdun kamithal nuh for that God وأنت أيضا يا رجعنا لأمام العقلية تيتي لنا بالرحمة وحملتي في بطنك He is Jesus the begotten of the Father He was born of you for us فلنقول هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلسنا أيضا صرخين قائلين Oh, our Lord Jesus Christ, make for yourself within us a temple of your Holy Spirit. Glory. Salam ulikayat wa ala azra al-malik al-haq al-haqqani ya salam ulifakhri jinsina wa lati lana ammanu'i. We ask you to remember us, our faithful life forgiving for our Lord Jesus Christ that he may forgive us our sins. Mikhail Ra'is al-Sama'in huwa al-awwal fi al-tukus malakiya yaqdimu amam al-Rab. To us his mercy and compassion through the supplications of Michael the great archangel وتكمل الأثمار بيت البات ميخائيل لأنه قريب إلى الله يسأل عنا all good on earth and every perfect gift comes to us from on high from the father of life فلنسبح ونمجد ونسجد للثالوث القدوس المساوي الدائم إلى الأبد O holy archangel, Michael, head of the heavenly, that he may forgive us our sins. Shashfin arshi angelos teo erato veremnos bimsum bibantokrat orif shimshim misterioniti. Michael is the first, Gabriel is the second, Raphael is the third, a symbol of the Trinity. Sorry, El Sadaki, El Sarati, El Wanani, El Hawl, El Murron, Azum al-Athari, Tlubuna minhoan al-Khaliqad. Cherubim and the Seraphim. For we are creatures carrying the throne of God, Barshina Kassis and Fikani Satilabkar,
سبحون بلا فتور صارخين قائلين Heal the sick, holy, mighty, O Lord, repose us who are asleep. قدوس الذي لا يموت بارك ميراتك والتك رحمتك وسلامك حيصنا لشعبك. Holy, holy, O Lord of hosts, heaven and earth are full of your glory and honor. إذا ما قالوا هللويا يتبعهم السميون قائلين قدوس أمين هللويا المجد هو لإلهنا. O angelic armies and heavenly orders that he بخور سيرتك فاح في الأرض لك لفضائلك وصغر سنك يا بان قديس أنبام سائل. And we smelled the scent a long time ago when we heard from our father. أفنا بيروك إنكو جي على بيموت مفنتي راك أبير فورين مكت بسكي ما انتيتي ميت موناخوس. So that your spirit became a temple of the Holy Spirit. Be'oini garim big be'yos ever'oin imden be'yos o'atik psishi et o'ab salvation and psishi. Your life is amazing and your struggle is great. Your splendor is exalted. طوبك بالحقيقة يا بانا قديس البر أنبا مسائيل السائح حبيب المسيح. Pray to the Lord and our behalf our holy righteous father. Abba مسائيل the anchor right that he forgave us. شوبين سور سوم سيغون خيني مات شو سي تركن خيتو تشس مترنت سو تو كوس ام برسن سن سي يوني بي اسكن هم ام يو ار بور اور جود سيفير تو تيك اواي اور تروبلز اند جرانت اس هيز بيس شيرن او تي بارتنس يور ام مين الي تيني شيرف شو شون تي بن جن سر ايك بون ان مانو اي وي اسك يو تو ريمبر اس اور فيثفول اي فول جيت بيفور اور لورد جيسس كرايست اند هي فورجيف اس اور سين انشي سيمون عظيمك ومن نور حقيقة ومجدك على العذراء القديس وعليت الله لأن قلت لنا مخلص العالم حتى وخلص نفسنا. المجد لك يا سيدنا وملك المسيح فاخر رسكي شهاداتها للصدقين تبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بثالوث القدوس لوت واحد نسجد له ونمجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بلا ان واحد الله الاب ضابط كل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور إلهك من إلهك مولود غير مخلوق مساوي لا فجار الذي بيك أنا كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاص إن نزل من السماء تجسد من روح قدس مرمنا من العذراء وتأنس صلب عنا العهد بلاص البنت تعلم وكبرى قام بالأموات في اليوم الثالث كان في الكتب صعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده ليدين الحياة والأموات الذي ليس الممكن قضاء نعم نؤمن بروح قدس رب المحن بسك من الآب أسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولنا تعرف مع مدعو واحدة المغفرة الخطايا تنجوش تيبول خاتين تي أناستاسيس تاني رف موقوت نمبي اون خن تبي اون اسنيو آمين فنو تينا هاينا انثيشو نيرون شنه تخارو آمين ستم ايرون احفظنا هو باركنا وارفع غضبك عنا وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم ابي يوسف كيستاسي تي كتب نماتي Who said to saintly, honored disciples of the holy apostles, many prophets and righteous men have desired to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But bless your eyes for the see and your ears for the hear. May be worthy to hear and to act according to the holy gospels through the prayers your sins. Pray for the holy gospel. اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين عصونا أمرونا أذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا وفحلك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا وفرخت يا رب نحن مرضاش فيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفانا كلنا وقيامتنا كلنا Amen.
Sasiteme davovo teo, cosamento agio, evangelio. Fizmro, tinge vithin, ukhnefran, shosintinigom, kiriflogison, tukata mathe onagi, evangelio, tanaknozma. Sasi kireye. كفوا بخوفنا أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصم بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى الإنجيل البشير تلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا آمين سبحي يا نفس الرب أسبح الرب في حياتي طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الليلويا مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين وإذ كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل أبصر أخوين سمعان الذي يقال له بطرس وأندراوس أخا يلقيان شبكة في البحر فإنهما كان صيادين فقال لهما هلما ورائي فأجعلكما صياد الناس فللوقت ترك الشباك وتبعاه ثم اجتاز من هناك فرأى أخوين آخرين يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخا في السفينة مع زبدي أبيهما يصلحان شباكهما فدعاهما فللوقت ترك السفينة وأباهما وتابعا والمجد لله دائما أبانا الذي في السموات هؤلاء المحنين بروس مقدار قدوس أرزقنا رحمتك وأكثر كربطات خطايانا كنا أخطأنا لك بعلم وبرعلم جزع القلب القول فكرة وسر القلب فانس رب العارف ضح البشر كاسح البشر إن عملان وفر أخطايان باركنا طهرنا حن دا دور أمين أمين كريا ليسان كريا ليسان كريا ليسان أمين الليلو يا زوك سابتري أيو بن ماتي كانيكاي كاستاسين سانیان و نامین تنوش و بین گویب مشی و بین شایس ایساس به خریستوس از مانی سیتینم نیسم ماره بکنینم تکیرینی و این سبتم به کلاوس ساتی امان و نینان کریه لیسان کریه فلانگی سان امین اسمو ارویس اسمو ارویس تیمتانی کنی اول کن بی ازمو خریستوس به ناتی امین سشو يا ملك السلام أعطنا السلام أقرر لنا سلامك واخفر لنا أخطاك الملق القوى المجد البرك العزة بد أمين جعلنا مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات أور فاضر وأرتن لأتي ملكوتك تكن مشيئة كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا وعطينا اليوم واخفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة حبت الله ابن الوحيد ربنا والله مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية القدس تكن مجرنا كنتين she
شويسنن تسبحتي وصلتي الساعة الثالثة والسادسة من النهار بارك قدم هو المسيح نكن ولا نقول يغفر لنا خطانا بزمير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين third hour and sixth hour. مية تلاتة وتلاتين one third three دوكساسيوس فصل مبارك من إنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا من reading from the Holy Gospel according to Saint John may his blessing be with us all amen. When the comes of the Holy Spirit whom the Father will send in my name has come he shall teach you all things and bring to your remembrance all things that I said unto you my peace I leave unto you my peace I give unto you that is the world gives I give unto you let not your heart be troubled neither be afraid ye have heard not how I go unto you I go away and come again unto you. You rejoice because I said I go unto the Father, for my Father is greater than I. And now I have told you before it comes to pass, that when it comes to pass, you might believe. I will not talk much, for the prince of this world comes and has nothing in me. But the world may know that I love the Father, and the Father gave me commandments, so I do arise, let us go from here. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes, that it may bring forth more fruit. Now you are clean through the word which I have spoken unto you, abide in me and I in you. And glory be to God, Christos, Mkiotanathos, Math, Webjia, Kiks, Mulanan, Ruh, Kudusi, Arab, Ladia Satura, Tanmur, Kudusin, Usimukarmin, Sath, Alitha, Hadha, Latin, Zahmna, Salah, Lakin, Gedufi, Ashana, Kulvanakim, Fia, Allah, Rahmskim, Gedufi, Ashay, Drahn, Mkudamaka, Krokudus, Latin, Zahmini, Lord, who send down the Holy Spirit upon your holy disciples and you who are honored of us on third hour, do not take him away from us, O good one, but we ask you to renew him more than us. O Lord, Jesus Christ, Son of God, the Word, a right and life-giving Spirit, a Spirit of prophecy and chastity, spiritfulness, righteousness, and the authority of the Almighty One, for you are the light of our souls. Give light to every man that comes in the world. Have mercy on us. يا ولد الله أكرم الحقيقة الحق أن يلحمنا عن قد الحياة نسألك هاتن مملوء نعمة مع رسل من أجل خلاص نفسنا مبارك رب لهنا مبارك ربيهم بيوم هي طريقنا أنه إلى خلاصنا
أيها الملك السمائر معاذ روح الحق الحاضر في كل مكان والمرئة كل كنز الصالحات وموت الحياة لما تفضل وحل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام هلوم أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هكذا المقدس نحسقر فيها في السماء يا ريت الله أنت باب السماء افتح لنا باب الرحمة صفحة 88 88 قدوس الله قدوس القوي هولي جاد هولي مات هولي مورتل يا رب ارحم برحم بارك امين جعلنا مستحقين اقول بشكر ابانا الذي في السماوات our father who art in heaven السلام لك الناس القديس المبتل مجد العذراء كل حين hail to you ask you sent full of glory مية تلاتة واربعين تحليل التالتة 143 the absolution إلى كرافات رب كل عزاء و God of all compassion مية واحد واربعين مية واحد وسبعين 171 دوكساسيوس فصل مبارك إنجيل معلمنا مريمات البشير بركاته علينا امين فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل عندما جلس تقدم اليه تلاميذه ففتح فاه وعلم قائلا توبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات توبى للحزان لانهم يتعزون توبى للودعاء لانهم يرثون الارض توبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون توبى للرحماء لانهم يرحمون توبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله توبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله توبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات توبى لكم إذا تردكم وعيركم قالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا تردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فماذا يملح لا يصلح بعض شيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراجا ويدعونها تحت المكيال بل يدعوهن على المنارة لكي يضيء كل من في البيت هكذا فلتضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد الله مجدين أمين لكم الخلاب سلام شفر يسوس مكيو تنان فأوس ماث أواب جاك هيكس منانان يامن في اليوم السادس الساعة السادس ثم ارتع على الصليب من أجل خطيرة تقرب في الدوس مزق سخطا مثلا خلصنا ناصر أخت الله رب سمعني اللهم استجب صلاة ولا ترفت الباطل تفتل واسمعنا عشر باك الوقت الظهر كلام يخلو فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. Oh Jesus Christ, our God, who was nailed to the cross in sixth hour and killed sin by the tree, and by your death he made all of that man created with your own hands and the head that in sin brought to death our pains by your healing and love good passions, and by the name which were nailed, rescue our minds from thoughtness of the earthly deeds and worldly lusts to the remembrance of the commandments according to your compassion. ليس لنا دالة ولا حق المعذورة من أجل قد خطايانا فنحن بكنا تؤسل ذمينك قلت لها العذراء أن كثيرة شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا أم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحم وقادر خلاصنا تألم من أجلك كي ينقذنا فتركنا رفضك ساعتك تمسكنا جدا أنا الله مخلص من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا اختار مجد اسمك القدوس آمين كأيك استسعون الصنعون آمين For all salvation in the midst of all earth O Christ our God as you stretch your holy hands on the cross therefore all nations cry out saying glory to you O Lord You worship your incontrovertible person O good one asking for the forgiveness of our sins O Christ our God for your will you are pleased Be lifted up on the cross to deliver those whom created from the bondage of enemy. We cry unto you and give thanks to you, for you
have filled with joy, O Savior. When you came to help the world, Lord, glory be to you. You are he full of grace. You are she who full of grace. O Theotokos, the Virgin, we praise you. For through the cross of the sign, Hades fell down, and death was abolished. We were dead, but we were raised and became worthy of eternal life, and gained the delight of first paradise. Therefore, we thank, glorify the immortal Christ our God. صفحة 92 نعظمك يا منور الحقيقي. We exalt you, Mother. الشهداء تهل الصديقين سبعة الكنائس غفران خطايا مباشر الثالوث القدوس لاوت واحد مسجد الله المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن بالان واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور لاحق من لاحق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجدي يدين الأحياء والأموات الذي ليس لممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين نسألك يا حمل الله حمل خطى العالم كلها اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون يا رب قدوس قدوس رب السباوات هولي 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 لورد سباوات رحمنا الله لا يطاب كل يا سلوس القدس رحمنا يا رب الأقوات سمعنا من سمعي في شهر المقدس واك حل واخفر واصفح لنا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بردتنا والتي صنعناها بغير ردتنا التي فعلناها معرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من القدوس كرحمتك يا رب ليس خطايا مجعلنا مستحقين أقول بشكر أبانا الذي في السماوات Our Father who art in heaven Dear bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not temptation, but deliver us in evil. Christ is our Lord, for thy kingdom, power, glory forever and ever. أبنا الكرام أنا كرام أنا مجد الثالوث القدوس الأب القدوس سلام بنيان كنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع رسولي آمين قل يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم
أعطين كلهم لقرا السماي. صلوا من أجل هذه القرابيد المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب ارحم. هللويا فاي بيبي اهو اتا اف شويسس اميو مارين ثالي خنفران فيوت نمشي من ماث واب نوت نوت فزمر وتنجيف نوت فيوت بي بانتوكراتور آمين فزمر وتنجيف ونغني سنشيري سوس بي خريستوس بين شويس آمين Blessed be the Holy Spirit Paraclete ثبت ريك أيوك أجيب نغماتي كنين كعري كستوس أونستوني أونن آمين الليلو يا Joseph Christos ite erne pasi ketobne mate فنشكرنا خيرات رحم الله ربنا وله مخلصنا يسوع المسيح لأن صدقنا وعن حفظنا قبلنا لي أشفق علينا وعضدنا طبنا لهذه الساعة ودك فنسأل أن يحفظنا في هذا المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب وإله أخونا بروسف إكزاستي كيري ألاي صورو ماستر لورد قد فانت كراتور Father of our Lord God and Savior Jesus Christ We thank you for everything concerning everything and everything For you have covered us, helped us guarded us, accepted us into your spirit, and support us, have brought us to this hour. اطلبوا لك يرحم من الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وتلبيات قديسيه منهم بالصراحة عنا في كل حين واجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا Therefore, we ask and treat your goodness, all our mankind, grant us complete this holy day and all the days of our life and of peace with your fear, all envy, all temptation, all the work of Satan, the counts of wicked men, and the rising up of enemies and manifesting them away from us and from all your people. From this table, from this holy plate that's yours, but though things which are good and profitable do provide for us, for it is you who have given us the authority to tread on serpents, scorpions, upon all the power of the enemy. Oh.
اليوم الشمس وكليوس كل الشعب ضاف أنكم محلين في مثلث قدوس الأب القدس في الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية فارس 12 اسم الناظر الهنجيلي مرقس الرسول الطار والشهيد الشهيد البطريرك القديس سوريس مع المسقورس القديس أفانس الرسولي والقديس بطرس رئيس كان وخاتم الشهداء القديس يوحنا ذا بالفم قديس كيريلس القديس باسيل القديس أوروريس من أفواه 318 مكتوب من بين خوان 150 قسطنطينية من التمدافس فم رئيس كانت الباب معظم الأنبا تأدور الثاني وشريف الخدمة الرسولية النسخ المكرم الأنبا بيتر فم حقرت لأنه بارك ونسم تدور أمين Oh,
معلمنا بولس الرسول إلى أهل غلاطيا بركاته علينا أمين. بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات وجميع الإخوة الذين معي إلى الكنائس غلاطية، النعمة لكم والسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح، هذا الذي بذل نفسه عن خطايانا لينقذنا من هذا العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله والآب الذي له المجد إلى الأبد أمين. إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذين دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر الذي ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح، ولكن إن كنا نحن أو ملاك من السماء يبشركم بغير ما بشرناكم به فليكن محروما كما سبقنا فقلنا. أقول الآن أيضا إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن محروما. أستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أطلب أن أرضي الناس لم أكن عبدا بالمسيح. وأعرفكم إياها أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرتم به ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته بل بإعلان يسوع المسيح، فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية إني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأخربها، وأردت أن تزيد في الديانة اليهودية، كنت أتزايد في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة على ما سلموه إلى أبائي،
ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته ليعلن ابنه في لا بشر به بين الأمم للوقت، لم أتبع لحما ودما ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذي قبلي، بل انطلقت من إلى أرابيا ثم رجعت أيضا إلى دمشق، ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأنظر قيافة أي الصفا، ومكثت عنده 15 يوما، ولكني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب. نعمة الله الآب تحل على أرواحكم بأخوتي، أمين. الكلاسيكو فصل مبشرة معلمنا رسالة يعقوب بركاته جعلنا أمين. يعقوب عبد الله وربنا يسوع المسيح يهدي السلام الاثنى عشر سبتا الذين في الشتات. كونوا في فرح يا إخوتي إذا وقعتم في تجارب متنوعة، عالمين أن تجربة إيمانكم تنشئ صبرا، أما الصبر فليكن فيه عملا تاما لكي تكونوا كاملين وأصحاء غير ناقصين في شيء. وإن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعرف سيعطي له، وليسأل بإيمان غير مرتاب، لأن المرتاب يشبه أمواج البحر التي يخبطها الريح ويردها. فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب، لأن الرب ذو الرأيين هو متقلقل في جميع طرقه. وليفتخر الأخ المتواضع بارتفاعه، وأما الغني فباتضاعه، لأنه كزهر العشب يزول، لأن الشمس أشرقت مع الحر فيبست العشب وانتثر زهره وفسد جمال منظره. وكذا يصبر الغني أيضا في كل طرقه. طوبى الرجل الذي يصبر في التجربة، لأنه إذا صار مختارا هنا أكيد الحياة والذي وعد بها الرب الذين يحبونه. لا تحبوا العالم ولا شهادة في العالم، لأن العالم يمضي شهوته معه، أما الذي يصنع ظرف فهو من الأبد. أمين. البراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم تكون معنا، أمين. وبعدما سكتا قال يعقوب: أيها الرجال الإخوة اسمعوني، سمعنا قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وابني أيضا ردمها وأقيمها سانات، وأبني أيضا ردمها سأقيمها سنات، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعى اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كله. معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله، لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم، لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به إذا يقرأ في المجامع كل سبت،
لازال كلمة الرب تنمو وتزداد وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة. آمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعلم يا أخواتي أن هذا اليوم واليوم الخامس من شهر أكتوبر المبارك أحسن الله استقباله وعده علينا جميعا، ونحن متمتعين بدواء اطمئنان مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم رب يا أخواتي آمين. ظهور رأس لونجينوس الجندي واستشهاد القديس تيموثاوس، نقل جسد الأمير تادروس الشطبي إلى بلدة شطب نياحة القديس يوساب بجبل شامة. في تحتفل الكنيسة في هذا اليوم بتذكار ظهور رأس القديس لونجينوس الجندي الذي طعن جنب المخلص بالحربة هو على الصليب، ولما رأى ما حدث عند الصليب من عجائب تخشع قلبه، وبعد القيامة أرسل له الرب يسوع المسيح القديس بطرس الرسول فعلمه حقائق الإيمان المسيحي، فآمن واعتمد وترك الجندية. بعد ذلك ذهب إلى كبادوكية وبشرها بإنجيل الخلاص، فحنق عليه اليهود وخدمه رشوة لبيلاطس البونتي فعشى به عند تيبريوس قيصر، وحصل منه على أمر بقطع رأسه، ثم أرسل جنديا إلى كبادوكية قطع رأس القديس لونجينوس وأحضرها إلى بيلاطس في أورشليم، فأراها لليهود وسرهم ذلك، ثم دفن الرأس بأحد أكوام المخلفات خارج أورشليم. وحدث أن أصيبت امرأة من الكبادوك بالعمى وكانت قد آمنت بالسيد المسيح على يد القديس لونجينوس، فأخذت ابنها وقصدت أورشليم تتبارك من قبر المخلص، وعند وصولها لأورشليم مات ولدها فأفرطت في الحزن. وبينما هي نائمة في إحدى الليالي رأت في رؤيا القديس لونجينوس ومعه ابنها، وأرشدها إلى المكان الذي به رأسه وأمرها أن تحمله من هناك، ولما انتبهت فرحت وتعزت وسألت عن المكان الذي أعلمها به القديس، وحفرت في الأرض فخرجت رائحة بخور زكية، ولما وصلت إلى الرأس لمع منها نور فانفتحت عيناها وأبصرت في الحال ومجدت السيد المسيح وقبلت الرأس وطيبته بالحنوط الزكية وضعته مع جسد ابنها وعادت بهم إلى بلادها. بركة صلوات القديس لونجينوس فلتكن معنا أمين. وفي أيضا تعاد الكنيسة بتذكار استشهاد القديس تيموثاوس، بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيها أيضا تم نقل جسد الأمير تادروس الشطبي من مقاطعة أخائية لبلدة شطب بأسيوط، وقد حدث بعد أن انتهى عصر الاضطهاد أن ظهر هذا القديس لأحد الكهنة وأمره أن ينقل جسده إلى بلدة أبي شطب بصعيد مصر، فذهب هذا الكاهن إلى والي مقاطعة أخائية التي كان جسد القديس مدفونا بها وأخبره بضرورة نقل جسد القديس إلى شطب بصعيد مصر، فرفض الوالي. وكان له ابن في 25 من عمره أصم وأبكم وكان حاضرا في هذه المناقشة، فصاح قائلا هيا برفات القديس تدرس إلى موطنه بمصر. فاندهش الجميع لنطق هذا الشاب الأبكم ممجد الله الذي شفاه بصلاة الأمير تدرس. وهنا قال الوالي لقد شفي يا ابني بقوة الله وبصلاة الأمير تدرس، اذهبوا وانقلوا جسد الطاهر إلى مصر. فتم نقل الجسد في احتفال مهيب وضعوه في سفينة وصلت إلى مدينة إسكندرية في 5 من هاتور، ثم نقلوه إلى شطب وبنوا له كنيسة دشنها أسقف مدينة شطب، ووضع الجسد بها بفرح وتهليل، وقد ظهرت منه آيات وعجائب كثيرة منها شفاء الأمراض وإخراج الشياطين أما حياة، وخبر استشهاد القديس أمير تدرس ودوم في سنكسار يوم 20 أبيب. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيها أيضا تناح القديس يوساب تلميذ الأنباء إلياس بجبل شامة جبل جوار مدينة قفت. كان هذا القديس من أبناء أشراف قفت مدينة قديم محافظة قنا، تنيح والده وهو صغير واهتمت به أمه وأرضعته الإيمان، ولكنه سرعان ما تنيحت فهي الأخرى فاهتم به أخوه الأكبر. وكان يقيم بالجبل المجاور لقفت قديس يسمى إلياس، وعجب بالشاب يوساب وصلى من أجله مشتاقا أن يهبه الرب قلبا مكرسا بالتمام. وحدث أن مرض يوساب مرضا شديدا احتار فيه الأطباء فأحضروه إلى القديس إلياس الذي صلى لأجله فشفي في الحال باسم ربنا يسوع المسيح. فالتصق يوساب بالقديس إلياس تلمز على يديه وكان يتمثل به في كل شيء خاصة في العبادة والنسك، فحبه معلمه من أجل نعمة الله حلت عليه وتجلت في حياته. مرض القديس يوساب ورقد في الرب فتأثر معلمه تأثرا كبيرا وقال الذين يدفنونه أوسعوا القبر ليسع اثنين، فأدركوا أن حياة القديس إلياس قد قربت من الانتهاء، وفعلا مرض بعد قليل وتنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن مع هؤلاء القديسين
فلتكن معنا وربنا المجد دائما أبديا آمين. Agios o Theos, Agios Escheros, Agios Akkalagos, Ekbarte Nogen Medi, Elei So Animes, Agios o Theos, Agios Escheros, Agios Akkalagos, Sabrotis Bimes, Master Lord Jesus Christ, our God, who said to saintly honored disciples, holy apostles, many prophets and righteous men, have desired to see the things which we see and have not seen them, and to hear the things which we hear and have not heard them. But bless your eyes for the see and your ears for the hear. May be worthy to hear and to act according to holy gospels through the prayers or sins. سلام على الانجيل المقدس يا رب. اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين عصونا امرونا ان نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا. فحلك ايها الرب الهنا الذين سبقوا فراخذوا يا رب نحن مرضاش فيهم لانك انت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفانا كلنا وقيامتنا كلنا. Si te meto vovo te io cosomento agio e fange elio fizmra o tenje vet no khna fran sho sentenegom kref logo so no tokata marko nagi evangelio tanagrazma doksa si kireye خافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري مرقس الإنجيل البشير بركاته على جميع سوپنوتو بنسیرو بنوروترین ایسوس به خریسوس پشیری مفنوتی دان خبیون افشانی بی افا بنوتی بشن انتنه نیتی رو امین دانک ساسی کیره من مزامیر تراتیل بین داود النبی والملك بركاته على جميعنا إذ أقام الشهادة في يعقوب ووضع الناموس في إسرائيل لأني أنا قد علمت أن الرب عظيم هو وربنا أفضل من جميع الآلهة Allee
باسم رب القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم. إلى الأبد. تقدم إلي يعقوب ويوحنا ابن زبدي قائلين له: يا معلم، نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا. فقال لهما: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ فقال: أعطنا أن نجلس واحدا عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. فقال لهما يسوع: لستما تعلمان ما تطلباني؟ أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها أنا وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ فقال له: نستطيع. فقال لهما يسوع: أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانها، والصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان. وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم. ولما سمع العشرة ابتدوا يتذمرون على يعقوب ويوحنا. فدعاهم يسوع وقال لهم: أنتم تعلمون الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم وأن عظماءهم يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أرى أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبدل نفسه فدية عن كثيرين. والمجد لله دائما. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit, one God, Amen. Today, my beloved, the gospel saying that then Jesus, James and John, the sons of Zebedee, came to Christ and saying, Teacher, we want you to do for us whatever we ask. And he said to them, What do you want me to do for you? Then they said to him, Grant us that we may sit one on your right hand and the other on your left hand in your glory. But Jesus said to them, You do not know what you ask. Are you able to drink the cup that I drink and be baptized with the baptism that I am baptized with? They said to him, We are able. So Jesus said to them, You will indeed drink the cup that I drink, and with the baptism that I am baptized with you, you will be baptized. But to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but it is for those for whom it is prepared. And when the ten heard it, they began to be greatly displeased with Jesus and James, with James and John.
But Jesus called them to himself and said to them, you know that those who are considered rulers over the Gentiles, lord it over them, and their great ones exercise authority over them. Yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you shall be your servant. And whoever of you desires to be first shall be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give him his life and a ransom for many. This is happening with every one of us. We need to be on the right of Christ and the left of Christ. And we need to be in great position. We have to know these James and John, cousins of Christ. As you know, the sons of Zebedee, their mother, the sister of Saint Mary, the mother of God. And this is the younger one. And she married one called Zebedee, and she had two sons, James and John. They thought that because they are cousins of Christ, he will grant them right away, you will be on my right or my left. This is not the case with God. The case according to your works, to your behavior, to everything. And then he said, for those who prepared for them, because they work hard for eternity. And he said to them, you need to be humble, yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you shall be your servant. Then this is humility. And whoever of you desires to be first shall be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give himself, his life, to a ransom of many. That's why, my beloved, it is a big virtue in our life, humility. As you know, humility is known as a wall, protects all the virtues. And very important, if you need to start any virtue, you start with the humility, to humble yourself. The only thing Christ asked us to learn from him, this virtue. Learn from me, for I'm meek and gentle in spirit. Is meekness, humility. And then we need to be humble. How can I? Number one, we have to follow the example of Christ. We learn from him. If I'm humble, I humble myself, this is a reality totally wrong. Nobody humbled himself except God. He, the creator of all things, became man like us and washing the feet of his creation. Imagine, this is the only one he's humble. Then we have to follow him to take his example. And number two, in sayings, in dressings, in behavior, all of us, we need to be first. Attract attract everybody, but you need to be humble, my beloved. Humbleness, it means to serve the others. In your home, serve dad and mom, husband, wife, husband, his wife, and the wife to her husband. Be humble. I am first. If you would like to be first, be last. Be servant of all. This is the message to all of us, my beloved, to be servants in your house. If you don't care about who your household, this is wrong totally.
surf start in your house, in your household, dad, mom, sister, brother, anyone. And number two, you need to be humble. I did this, glorified in yourself. No, my beloved. Seek, be last, you will be first. Be servant, you will be great in the sight of God. And imagine this, if you pursue dignity and honor, it will forsake you. But if you flee from it, it will pursue you. Then I need all of us to take this example to all of us, and glory be to God forever and ever. Amen. بسم الآب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة عايز أوضح معاكم يعني حسب الإنجيل اللي اتقرى علينا، ولكنه جه في إنجيل متى بطريقة تانية، والناس بتفتكر ممكن يكون في تعارض. هنا بيقول تقدم إليه يعقوب ويوحنا ابن زبدي قائلين يا معلم نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا. في إنجيل متى بيقول حينئذ تقدمت إليه أم ابني زبدي مع ابنيها وسجدوا طلب منه شيئا، فقال لها ماذا تريدين؟ قالت له قل أن يجلس ابناي هذا واحد عن يمينك والآخر عن يسارك. القديس الإنجيل اللي اتقرأ علينا النهاردة هو إنجيل مرقس الرسول. فالقديس مرقس الرسول بيوضح اللي حصل بصراحة. إيه بصراحة؟ هما اللي كانوا عايزين يقعدوا واحد عن يمين المسيح وواحد عن يساره، ولكنهم اتكسفوا يقولوا الطلب ده، فراحوا قالوا لوالدتهم إن هي تقول كده للمسيح له المجد. فالقديس متى قال لنا اللي حاصل، إن هي راحت تقول، بس القديس مرقس فسر إن ده كان شهوتهم هما الاثنين. فدي نمرة واحد لازم نعرفها. طيب مين أم ابني زبدي؟ هي أخت العذراء أم النور، وزبدي وألفيوس بأخذ لي اسمين دول، هي أم يعقوب ويوحنا. ويعقوب الرسول هو يعقوب الصغير، ويوحنا يوحنا الحبيب. طبعا الطلب ده، يعني لما سألوا الطلب ده كل فكرهم في الأرض مش فكرهم في السماء، ولكن العظمة الحقيقية قال لهم السيد المسيح، وضح لهم العظمة الحقيقية هي في صلبه على عود الصليب. أنا جئت لأشرب الكاس، شرب الكاس يعني معناه تقبل الآلام، والصبغة التي أصطبغ بها تعني نمرة واحد الدم لما اتصلب على عود الصليب غطاه الدم، فدي الصبغة اللي اصطبغ بها وبقت لينا احنا في العهد الجديد ايه؟ المعمودية، الصبغة اللي نصطبغ بيها. عشان كده في الانجليش ترجموها baptized or baptism. فلكن هو الاصل بتاعها هو دم المسيح لما الصبغة اللي اصطبغ بيها على عود الصليب، وديت المعمودية الحقيقية معتمدين على ايه؟ موته وقيامته من بين الاموات. فنقوم معاه. لكن بيقول لهم بالصبغة اللي أنا أصطبغ بيها هتصطبغها. إيه اللي حصل؟ هما الاثنين نال عذابات كتيرة جدا جدا، لكن واحد منهم استشهد والتاني ما استشهدش. مين اللي استشهد؟ القديس يعقوب، نال كليل الشهادة، ولكن القديس يوحنا الحبيب هو الوحيد اللي من الرسل اللي نال عذابات كتيرة ولكنه لم ينال كليل الشهادة، ولكنه طبعا يحسب مع الشهداء. وبعدين السيد المسيح بيقول لهم ليس لي أن أعطيه لكم. يعني السيد المسيح قال إن الآب قد أعطى كل الدينونة للابن، ولكن إنه لم يأتي ليدين العالم بل ليخلص العالم. فالمجيء الأول للسيد المسيح هو بالجسد، جاء واتخذ جسدا وصار بين الناس، ما خلى الخطية وحدها، شابهنا في كل شيء ما خلى الخطية وحدها. فالمجيء الأول ليس للدينونة ولكن للفداء عشان يخلص كل واحد، لكن المجيء الثاني
للدينونة. عشان كده سيدين كل واحد بحسب أعماله لما يجلس عن يمينه عن يمين الآب، ومن يجلس عن يمين الآب يعني معناها العظمة والقوة وهكذا. ففي تواضعه وإخلاءه لذاته قال لنا ليس لي أن أعطيه ولكن لكل الذين أعد لهم من أبي. فبيعطي الكرامة للآب، ولكنه هو الآب والابن والروح القدس واحد. فالآب ينسب له الإرادة والتنفيذ ينسب للابن والروح القدس. وعشان كده لما قالوا ماذا تريدان أن أفعل لكما، لما يسأل ربنا سؤال مش معناها أنه مش عارف، ولكنه عايز يكشف الحقيقة قدام الكل هم عايزين إيه، فعلشان يحرك مشاعرهم وممكن يفكروا كمان في السؤال اللي طب إيه السبب إن هم بيسألوا السؤال ده. نمرة واحد، رجع لمحبتهم للمسيح، شافوا وحبوه فعايزين واحد يقعد عن يمينه واحد عن يساره. نمرة اتنين، مش قادرين يفهموا ايه اللي قصده السيد المسيح من كلامه. نمرة تلاتة، ان كلهم محصورين في المجد الارضي وربنا قال مملكتي ليست من هذا العالم. عشان كده من هو العظيم في ملكوت السماوات؟ ايه العظمة للانسان في ملكوت السماوات؟ العظمة الحقيقية هي في الاتضاع. الانسان المتضع هي دية العظمة الحقيقية ليه. عشان كده احبائي المثل اللي حطه السيد المسيح قدامنا ولنتبعه كده هي غسل الارجل تلاميذ. لما قال لهم انا السيد عملت كده انتوا تعملوا كده مع بعض. فالمثل اللي عمله غسل الارجل ده قمة التواضع للسيد المسيح له المجد. الله ظاهر في الجسد تواضع. كيف ان يتضع الانسان في الحقيقة؟ هناك إذا كنا بنقول إن إحنا في ناس متواضعين، يعني إذا كان هذا التعبير يليق ولكنه بالحقيقة لا يليق. ليه؟ لأن المتواضع الحقيقي هو مين؟ هو الله. اللي تواضع وصار بين البشر وصلب على عود الصليب عشان يخلصنا. لكن لما نقول إن إحنا متواضعين وإحنا شوية تراب، ما هو التراب هيعود إلى التراب والروح إلى خالقة. فشوية التراب لما تقول إنها متضعة هيبقى إيه الاتضاع بالنسبة للتراب؟ يعني إيه يعني في أكتر من كده إيه اتضاع؟ هيبقى ده اتضاع؟ فإحنا كلنا تراب إلى تراب. ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك، تراب إلى التراب، الجسد يعني إلى التراب والروح إلى خالقة. عشان كده مهم جدا الإنسان يفكر في الكرامات اللي بيطلبها الإنسان. عايز يكون هنا في الموضع الأعلى، وعايز يكون ممجد من كل، وعايز وعايز وعايز. العظمة الحقيقية هيش بالمظهرة، زي ما حصل مع هيرودس لما وقف يتكلم ويخاطب الشعب قالوا هذا صوت إله، فمعطاش المجد لربنا وقال بص كده بعظمة، فضربوا ملاك الرب ودود ومات. عشان كده أحبائي العظمة الحقيقية ما هيش في اللبس، ما هيش في الفلوس، ما هيش في المراكز، ما هيش في التالنتس اللي هي الطاقات اللي في الإنسان وكل ده، ولكن العظمة الحقيقية هي في الاتضاع. عشان كده الآباء بيسموه الاتضاع هو السور اللي بيحمي كل الفضائل. إزاي نتعلم الاتضاع؟ نشوف ربنا كان بيعمل إيه. هو المثل الحقيقي، هو الوحيد المتضع، وهو الشيء الوحيد اللي قال لنا تعلموا مني، تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. يحصل لما نحصل كده إيه؟ نجد راحة لنفسنا، لأن الكبرياء والتعالي ما يديش راحة، ينكد على الإنسان. ولكن الإنسان المتضع ياخد راحة من ربنا. فاتضعنا في الكلام اللي بنقوله يبقى كلام متضع، ما هواش فيه تعالي على الناس. اتضعنا في مشينا وملابسنا ما هياش تفاخر والعظمة وأنا مش عارف إيه. في أسلوب الحياة الإنسان يكون متضع في البيت، ما هو ده ما حدش شايف، فجوه البيت
يبقى الاتضاع سلوكيتنا. الزوج بيحترم زوجته ويكلمها باتضاع، والاتضاع من الزوجة لزوجها، والاتضاع للأولاد وهكذا. فنتعلم لما نقرأ الكتاب المقدس نلاقي الاتضاع ظاهر في كل شيء. لما نقرأ في سير الآباء القديسين زي اللي سمعناه النهاردة، اتضاع ظاهر في حياتهم. عشان كده أحبائي، من سعى وراء الكرامة هربت منه، ومن هرب منها سعت وراءه. فمن أراد أن يكون عظيما يكون خادم لكل. يفتكروا الآية دي جدا جدا، من أراد أن يكون عظيما فليكن خادما للكل، ومن أراد أن يكون أولا يكون آخر الكل. دية العظمة الحقيقية، ربنا يعطينا أن نكون سامعين وعاملين. لإلهنا كل مجد وكرام الآن والأبد، أمين. Otin chosen nepterenti theotokos Marias mavem bensoti Tevkenin ov nanevo Arbrezve binere egon Ovi arshi angelos es oeb Michaileb arkon nani fi ovi Tevkenin ov nanevo Tobehemeb choisere egon Beniot soe benzike os Ava misail bi anachori di sintifke novi Jefes marot in jef yot nemib shirin embeb nev maes oweb Tetereye sejike vo tenosh temos ten tiones Fein sufiya so bros chumien kirya leison kirya leison chen umismi بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء تأنس صلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لبنقي انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المبثق من الآب مع الآب والإب الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية وانا اعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وانا انتظر سامحوني جميعا صلوا عنا have sinned forgive me all this prostration متاني جيل ايبي بروسف كيستو سيتي ايرنا باسي اتوم نواتي يا الله العظيم الابدي الذي قبل الانسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بظهور المح الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي أجند الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلات الطاهرة الرسولية يا رب
into your goodwill, O God, fill our hearts with your peace. Cleanse us from all blemish, all guile, hypocrisy, all craftiness, and the remembrance of vice bearing death, and make us all worthy of our master to greet one another with a holy kiss, that without casting us into condemnation, we may partake of your immortal heavenly gift. In Christ Jesus our Lord, greet one another. Greet one another with a holy kiss. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Ya Lord, Jesus Christ, Son of the earth, and have mercy upon us. Offer in order, stand with trembling, look towards east, let us attend. Through the intercessions of the Theotokos, Saint Mary, O Lord, grant us the forgiveness of our sins. We worship you, O Christ, with your good Father and the Holy Spirit, for you have come and saved us. A mercy of peace, a sacrifice of praise. Rabbu ma jami'ikum wa ma ruhika aida irfa'u qulubakum iya meet and right, meet and right, truly indeed, it is meet and right, O you, the being master, O God of truth, being before the ages and reigning forever, who dwells in the highest and looks upon the lowly, who has created the heaven, the earth, the sea, and all that is there, in the Father of our Lord, God and Savior, Jesus Christ, by whom you have created all things visible and invisible, who is seated upon the throne of his glory and who is worshipped by all the holy powers. You are seated, stand. Before whom stand the angels, the archangels, principalities, the authorities, the thrones, the dominions, and the powers. Look toward the east. You are he around whom stand the cherubim full of eyes and the seraphim with six wings praising continuously without ceasing, saying, let us attend. The cherubim worship you, and the seraphim glorify you, proclaiming and saying, holy, holy, holy Lord of hosts, heaven and earth are full of your holy glory. Agios, agios, قدوس 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 بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي قبلنا خلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواة الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عن قاعدة الانقضاء بل تعهدتنا دائما أنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن جلوس في الظلمة ظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا آمين
incarnate and became man and taught us the ways of salvation. He granted us the birth on high through water and spirit. He made us unto himself and a simple people and sanctified us by your Holy Spirit. He loved his own who were in the world as he ransomed on our behalf, gave himself up unto death which reigned over us, whereby we were bound and sold on account of our sins. He descended into Hades through the cross. Amen. I believe. وقام من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوم للمجازة هذا الذي أظهر فيه ليهدي المسكون بالعدل ويعطي كل واحد حسب أعماله. كرحمتك يا رب وليس كخطايا. وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى لأنه فيما هو رسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يدي الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطبويتين محياتين. نؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. ونظر إلى فوق نحو السماء إليك الله بها وسيد كل أحد وشكر آمين وبارك أخوه آمين وقدسه آمين. نؤمن ونعترف ونمجد قسم وعطى للتلاميذ المكرم القديسين ورسل أطهار قائلا خذوا كل من كلكم لنا هذا وجسد الذي يقسم كثيرين يعطى لمغفرة خطايا هذا اصنعوه لذكري. هذا هو بالحقيقة آمين. Likewise also the cup after supper he makes it of wine and water when he had given thanks. Amen. He blessed it. Amen. And he sanctified it. Amen. Again we believe, we confess, and we glorify. Taste it and give it also to his own saintly disciples, holy apostles, saying, take, drink all of you for this, my blood of the new covenant, which is shed for you and for many, to be given for the remission of sin. This do in remembrance of me. This is also true. Amen. كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس تبشرون بموت وتعترفون بقيامته وتذكروني إلى أن أجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة صعودك إلى السماوات نعترف نسبح نبارك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إله هنا. فيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلام المقدسة وخيامة من الأموات وصعود إلى السماوات جلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني لآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا ويوفران تيو. Your gifts, what's yours for everything concerning everything and everything. Worship God in fear.
trembling. نسبحك نباركك نخدمك يا رب Let us attend. وهذا الخبز يجعل جسدا مقدسا له. هذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له. أيضا أؤمن. يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. أمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول قدساتك طهارا أنفسنا وأجسادا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا موحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوكم منذ البدء. قل يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. صلوا من أجل سلام الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. يا رب ارحم. ثلاثة لك بالدم الكريم الذي مسيح يحفظها بالسلام الكل الساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. For most remember, Lord, our blessed and our Father, Archbishop, our Patriarch, Abbot of the Lord, the Second, His Paternal, the Apostolic Liturgy, our Father, the Bishop, our Peter. صلوا من أجل رئيس كانتنا البابا أنبات وادرس الثاني بابا باترياركو رئيس ساقفة المدينة العظمى اسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية بين الأسقف الأنبا بيتر وسائر ساقفاتنا الأرثوذكسيين. يا رب Rightly mm-hmm. handle the order of truth with them. Grant them and to the whole church to shepherd your flock in peace. اذكر يا رب الخمامس الخصوص أرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل الخمامس والخصوص والشمامسة والإبزياقونين وسبعة طغامات كنيسة الله. يا رب ارحم. كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المذكور يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله الآب ضابطا Salvation of this place and every place and every monastery of our earth of fathers. Pray for the salvation of the world and the city of ours and of all cities, countries, islands, and monasteries. Lord have mercy. وسكننا فيها بإيمانه إلى gracious accord, O Lord, the air of heaven, the fruits of the earth, the water of the river, the sea, the herbs and plants of the field this year. Let them pray. Pray for the air of heaven, the fruits of the earth, the rising of the waters of the rivers, the seeds, the herbs, and the plants of the field, that Christ our God may bless them. Have compassion on his creation, which his hands made, and forgive us our sins. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Lead them to their measure according to your grace, give joy to the face of the earth. May the forest be abundant with fruits, be plentiful, prepare it for sowing and harvesting. Manage our life as seems fit. Let the crown of the year with your goodness for the sin of the poor, for your people, the with the orphan, the traveling, the stranger, and for the sin of us all, who entreat you and seek your holy name, for the eyes of everyone wait upon you, for you give them their food in due season.
Deal with us according to your goodness, who gave food to all flesh, fill our hearts with joy and gladness, that we too, having sufficiency in everything, always may abound every good deed. Lord, have mercy. يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وضحايانا والذين قدموها. يا رب الواحد أن نشترك في تذكار قديسك. تفضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، أبانا الأطهار وسلابة والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين كل أرواح صديقين كملوا في الإيمان، وبالله أكثر القديس المملوء مجد العذراء كل حين والدة إلى القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا الصابغ صابغ الشهيد، والقديس فانوس رأي الشمام سول الشهداء ناظر الأنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويرس معلمنا ديسقورس القديس أثناس الرسولي، والقديس بطرس رئيس كهنة وخاتم الشهداء القديس يوحنا ذاب الفم، والقديس أودس قديس ثوفيلوس، والقديس ديمتري القديس كيريلوس، والقديس باسل، والقديس أوروريوس ناطق لاهيات، والقديس أوروريوس صانع العجائب، والقديس إغريغوريوس الأرماني، و300 مرتش مكتوب من بين خوان 150 قسطنطين 200 بافسوس أبانا الصديق العظيم لامنتونيوس البهار الأنبابولا ثلاث مقرات قديسين وجميع أولاد ابن أباس الصليب أبانا بيونس قمونس أبانا بشول بار رجل الكام حبيب مخلصنا الصالح وأبانا بمسأل سع كل مصاف قدسيك والذين بسؤالات مطلباتهم ارحمنا كلنا معا وقدم رجل اسم قدوس الذي دعي علينا. Let those who read recite the name of our Holy Father, the patriarchs have fallen asleep. O Lord, repose their souls and forgive us our sins. Erebo esmo etowab shobin eman amin. Doxa si Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eflogison, Kyrie anabapson, amin. كل أحد يا رب قدنا أسمهم الذين نذكرهم الذين فكر كل واحد منا والذين ليس فينا رخد وتنح في الإيمان بالمسيح. أذكر يا رب أنفس عبيدك المنتقلين شريف زكي في الذكرى السنوية. تفضل يا رب نحفوسهم جميعا في حضن أبان القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علوم في موضع الخضراء لما الراحة فردوس النعيم الموضع الذي يا رب الحزن والكآب والتنود نور قديسيك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيح فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام. كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى ظهر الدهور آمين. كما أيضا في كل شيء تمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك
مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس. إريني باسي كتبني بماتي صوت. Let us give thanks to God the Pantocrator, Father of our Lord God and Savior Jesus Christ, for he also has made us worthy now to stand up in this place, to lift up our hands and to serve his holy name. Let us also ask him to make us worthy of the communion part of his divine and immortal mysteries. Amen. نسجد لجسدك المقدس الكريم ولدمك الكريم المسيح الضابط الكل رب إلهنا. أمين أمين إبروس إكساسبي كيري كتبني بماتي صوت. يا الله الذي أنعم لنا نحن الخطاة بمجال الخلاص وذبيحة ناطقة سمائية كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب رحم. Which is the divine body and the precious blood of your Christ. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Lord have mercy. هذا الذي صارنا طهرا وخلاصا وهبة وغفرا نن للخطايا لكي بشكر نصرخ نحوك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض زنا كففنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. كن بخريستوم أوس إيسوس بي Kyrieo eklinati en omion son كان الباب معظم لعبة أدرو التالي نشير في الخدمة الرسول يابن سخ مكرم لابي بيتر سكريو أبا أبان مطار دو أصابه إن شاء الله واقفه Remember, O Lord, our assemblies, bless them. Saved, Amen.
And with your spirit in the fear of God, let us attain. Amen. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. القدسات القديس مبارك ربي يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين. واحد والاب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد والروح القدس امين. ايرن باسي. طب نماتي سو. سو ماجيون كيما تميون اليثنون ايسو خريستو. تؤيتو ثيو ايمون امين. امين. The holy precious body and true blood of Jesus Christ, the Son of our God. امين. امين. ايسو من امبيس نو فنتي مانويل بنوتي فاي بيخن اوميث مي امين. امين تيناتي. امين امين امين. اؤمن 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 واعترف للنفس الاخير. أن هذا هو الجسد المحل الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحد مع لاهوت بغير اختلاط مزاج ولا تغيير واعترف لاعترف الحسن بلاطس بنتي سلمون الأخشبس المقدس براد بعضنا كلنا. Truly I believe that his divinity parted not from his humanity for a single moment not twinkling for an eye given for us for salvation, remission of sins, eternal love to those who partake of him. I believe that this is true. Amen. Amen, amen, amen. I believe that this is true. Amen. Pray for us, for all Christians who said to us concerning them, remember us in the house of the Lord. The peace and love of Jesus Christ be with you. Let us sing Alleluia. Pray for the worthy partaking of the Immaculate and Heavenly Holy Mysteries. Lord have mercy. أخطيت سامحوني جميعا صلوا عني have sinned forgive me all دوكسا. دوكساتي كيريزون سا. Amen.
رحمته سبح بصوت البحور سبح بمزمار وقيثة بسم الرب بسنوج التهلي كل نسمة فلتسبح اسم الرب إلهنا هللويا praise God in all power, praise Him for His mighty acts, praise Him according to the multitudes of His sound of the trumpet, praise Him with psaltery and harp, praise Him with timbrel and chorus, praise Him with string and organ, praise Him with pleasant sounding cymbals, praise Him upon the cymbals of joy. Let everything that has breath praise the name of the Lord our God. Alleluia. As oxabatri keo Christos epshiri emefnoti chronos na
Comfort for the
souls of the believers, for those who are steadfast in the faith. They will receive mercy on judgment day. Christ has granted us salvation. The time of deception has gone away. Our Savior's light has shone upon us, and our soul rejoiced and were happy. Christ has granted us salvation. يا ملاك هذه الزبيعة الطرلوبة هذه التسبيحة تكون قدام الرب لغفر لنا خطايانا. Let us praise with the angels, saying, Glory to God, the highest peace on earth and goodwill towards men. المجد لله في العالم. أرض السلام وبالناس المسار. آمين الليلويا ذوك سابتري كيوك أبيض نعماتي كني Christos eonas ton eonon amin tenoshe volengo emmoshe o ben chois Isos fereshoret Esmoni siti nemnis em esmoni airen tedve Esmoni mu em efiaro mare beknainem tekirin Oyen soptem bekleos Soti emmono ohnaina Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eflogison, emin smoeroi, stime tania koni evol koembi esmo. Emin eseshobi. يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين محبة الله الأب المفحيد ربنا بالله مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية القدس تقمكم السلام سلام ربي يكون معكم إن شاء الله العشية بليل 6:30 في كنيسة العذراء وهنا 6:30 المدرسة الأحد بكرة القداس من 8:30 ل 11 وزي ما عارفين حضراتكم السبت والحد دايما القداسات بالدعوة وأما الأربع اللي حب يحضر من 8:30 ل 11 برضو كل قداسات من 8:30 ل 11 في جمعة قداس من 5:30 ل 7:30 ده بدري اللي حب يحضر يعني بس لازم تقول لأبونا مايكل عشان الأعداد ربنا يكون معكم معلش أنا بعد على طول في جنازة في الكنيسة الثانية في كنيسة العذراء هنا فمشوا معي بسرعة عشان ألحق الجنازة
this? Can you move this?